الفترة الماضية على قناتكم الموقرة، نعم، وتحدثنا بما يخص المصالحة والحفاظ على مدينة دارنا وعلى عدة أمور في من داخل مدينة دارنا ومن خارجها. نعم. وتواصلنا معكم، أصبح أن المبادرات خير، يعني أصبح المبادرات خير وأصبح في انفتاح وفي انفراج في القضية، وعلى ضوء صار التواصل من القبائل بما فيه ان قبيله العواكله من اكبر بيوت العبيدات، نحتز بهذه القبيله، وقبيله عريقه لها تاريخها ولها عده خطوات في الصلح في تاريخ العبيدات، تاريخ الحرابي وعلى مستوى المنطقه بالكامل. وبادرت قبيله العواكله بمبادره الصلح وتواصلت مع ولبت النداء، تواصلت مع اهل الدار مباشره، غضت النظر على عده اشياء مثل الاعلام وغيرها من عده امور او اشاعات، وتم تواصل مع اهل درنا مباشره، وتم زيارته من مدينه درنا، وعلى ضوء تم ترتيب وتم انفراج في عده امور، يعني وعده اشياء حدثت بين الوفد وبين اهالي مدينه درنا مباشره.